هناك عدة فيروسات تصيب الأطفال في الشتاء، تتسبب بأمراض مختلفة، منها ما يصيب الجهاز التنفسي ومنها ما يصيب الهضمي. كثير من هذه الفيروسات تسبب أعراضا مشتركة، فكيف يمكن التمييز بينها وما مدى خطورتها؟ هل من سبل الوقاية من هذه الفيروسات سواء بالأطعمة أو حتى بطريقة اللباس أو حتى بالمطاعم؟ وإن هاجمت هذه الفيروسات الأطفال كيف يمكن مواجهتها؟ هذا بعض ما سنناقشه اليوم مع طبيبة الأطفال روان باري. صباح الخير لك دكتورة. عندي كم من الأسئلة لإلك غير عادي، لأنه الآن موسم الأطفال باختلاف أول شيء مناعتهم، باختلاف ما شو بتعرضوا له، أكيد بيواجهوا مشاكل كتير كبيرة. في البداية خلينا نحكي أكثر الفيروسات المنتشرة عندنا حاليا بالنسبة للأطفال وشو تغيرت عن أوقات سابقة. بداية خلينا نتفق انه هاي السنة من أسوأ السنوات اللي عدت علينا وعلى الأطفال تحديدا. هلا السبب هو فترة الحجر اللي تعرضوا لها الأطفال سنة ونص، كان في فيروسات الأصل تصيب الأطفال فما تعرضوا لها، ما كونت عندهم أجسام مضادة، وبالتالي خلينا نقول مناعتهم قلت. هلا صار في مدارس، في حضانات، في اختلاط، نفس الفترة كمان فيها فيروسات الأصل تصيبهم، فصفى بدهم يعوضوا الفيروسات اللي راحت عليهم بالفيروسات الموسمية اللي لازم هلأ تصيبهم. هذا سبب تكرار الفيروسات وحتى البكتيريا اللي عم نشوفها بهاي الفترة. هلأ بالشتاء خلينا نحكي الفيروسات بتكتر، لأنه في فيروسات بتحب درجة الحرارة زي الراينو فيروس، هو أشهر فيروس بيعيش بدرجة حرارة 33 بالأنف. بالشتاء بتزيد هاي الفيروسات على رأسها الراينو فيروس زي ما حكينا، ايضا الار اس في فيروس اللي بيعمل التهاب بالقصبات وبالقصيبات. من الالتهابات البكتيريه كمان اللي هي بكتيريا اسمها ستريب نيومونيا او المكورات الرئويه، بتعمل التهابات بالحلق، بتعمل التهابات بالاذن، وكثير عم نشوفها بهاي الفتره، وللاسف ممكن تنزل على القلب وتنزل على الكلى. فيعني مش بس الموضوع بس فيروسات، وايضا زي ما حكينا في نزلات معويه ونوبات التحسس بهذا الموسم بتزيد اكثر. معظم او الملامح الاولى لها هل تشترك باعراض معينه؟ بنحس دائما بيختلط علينا. فعلا هلا الفيروسات بشكل عام، نحكي عن الرشح والزكام، غالبا بتيجي بسيلان انف، بتيجي بسعال، بتيجي بحراره بسيطه. الانفلونزا كثير بيشبهها، لكن الانفلونزا بتيجي اعراضها شوي اتقل، مع صداع، مع وجع مفاصل، حراره اعلى شوي. طبعا التهابات الاذن للاسف بتيجي بس حراره واحيانا استفراغ، ويمكن يكون في افرازات من الدان او لا. التهاب الحلق بيجي كمان مع صعوبه بلع، مع قله بالاكل وبالنشاط، فاعراضها الى حد ما متشابهه، لكن بناء على السيره المرضيه والتشخيص السريري بنقدر نعرف المشكله وين. العدوى كمان معظم هاي البكتيريا خلينا نحكي هي معديه، او هاي الالتهابات هي الفيروسات تنتشر كثير اسرع من البكتيريا، لكن البكتيريا بنحكي عن نقطه مهمه بتكون موجوده، وللاسف في عندنا مشكله بالمطاعم. هلا مثلا نحكي عن اشهر بكتيريا هلا اللي هي ستريب نيومونيا، المكورات الرئويه. هاي المشكله انه احنا مطاعم الصحه ممتازه ورائعه وبتجنن، لكن في بعض المطاعم فيها ناقصه. لو الطفل ماخذ مطعوم المكورات الرئويه اللي هو عند طبيبه الخاص، مطعوم للسحايا ومطعوم للجدري، هاي لسه لم يتم ادراجها بجدول الصحه، بصير نسب الاصابه اقل. نعم، يعني هون في جدل بين فكرة انه شو هو الالزامي والضروري، وما بين فكرة انه في كثير من الاطباء ايضا عم بدفعوا الاهل تجاه مطاعيم بصير في نسبة عالية. ايضا بعض الاطباء بيقولوا انه ليس من الجيد جدا ان يكون هناك نسبة مطاعيم كبيرة بالنسبة للاطفال خاصة الغير ضرورية. فمقياس وجودها في وزارة الصحة ماذا يعني؟ المطاعيم الصحة رائعة، تخضع لمعايير ممتازة، انا بطعم بناتي بالصحة، رائعين مطاعيم الصحة وفريش بيقولوا دائما طبعا هي. وعليهم معايير كثير صارمة. اللي بيصير انه كل سنه يتم ادراج مطعوم جديد، هذا دليل انه هاي المطاعم كثير مهمه. زي الروتا فيروس قبل 5-6 سنين كانت المستشفى 80% عندهم التهاب معه بسبب الروتا، هلا صار بجدول الصحه بطلنا نشوفها نهائيا، يعني كثير قليله عقبال الكورونا. صح. هلا احنا اهم شغلتين هلا بالشتاء عندنا، حكينا عن المكور الرئوي ومطعوم الانفلونزا. السنه كل المنظمات العالميه بتنصح باخذ مطعوم الانفلونزا لانها رح تكون كثير أسوأ هاي السنه، ولانها كمان بتشبه الكورونا، فبصير زياراتنا للطوارئ اكثر، فبنفضل انه ناخذ مطعوم الانفلونزا اللي مش بالصحه، المكورات الرئويه على الشهرين و4 و6، السحايا،
وايضا الجدري، الناس تفكر الجدري بالصحه، وايضا هناك التيفويد. هدول المطاعم دائما نروح على طبيبنا الخاص وناخذهم خاصه هاي السنه. عندما نتحدث ايضا عن الفئات العمريه المختلفه، يعني اللي اقل من سنه وبنحكي عن 5 سنين، يعني احنا بنعتبر اطفال لحد حتى 7 سنين و10 سنين عم بتاثروا بنفس الطريقه، هل المطاعم ايضا مثلا مطعوم بعض الروتا فيروس مثلا او غيرها باي مرحله عمريه ما بتشكل اي مشكله؟ هلا الروتا الاصل صار بجدول الصحة، الروتا بعد عمر معين ما بيصير ناخده، لأنه أصلاً بتصير الإصابة فيه أقل للأعمار الكبيرة، غالباً الرضع اللي بياخدوه. المطعوم اللي الكبار والصغار لازم ياخدوه، وخلينا نقول فوق 6 أشهر الإنفلونزا الموسمية، كل سنة لازم ياخدوه كبار وصغار. المكورات الرئوية فلنفرض واحد راح عليه من الرضع وبده ياخذ مكورات رئوية وعنده تحسس بصدره، بصير دائماً التهاب بالرئة أو التهاب بالأذن، فوق السنتين بيقدر ياخذ جرعتين من المكورات الرئوية، فيعني دائماً في وقت لهاي المطاعيم حسب العمر. جميل، أول شيء بدي أحكي على أكثر من شغلة فيما يخص الفيروسات، هل من الممكن أن يجتمع أكثر من فيروس بنفس الوقت؟ خاصة مع الكورونا، بتصير تحكي إنه بيكون أصلاً الجسم تعبان، طريقة الفيروس وتعامل الجسم معه مختلفة، هل من الممكن يكون مناعته أقل فبالتالي إنه يكون فرصة مهاجمة فيروسات أخرى موجودة؟ كيف المناعة بتتعامل مع هذا الموضوع؟ خلينا نحكي الجملة الشهيرة اللي بتحكيها كل أم بهالفترة، أنا ابني ما بيطيب. أنا ابني بينتقل من مرضى لمرضى ومن فيروس لفيروس، وحكينا السبب بالأول إنه هو في عندهم فيروسات الأصل تصيبهم بهذا الوقت. هلأ الإشي المنيح إنه كتر تعرضنا لهي الفيروسات بيعمل خلايا ذاكرة، بيعمل مناعة، فبصير الطفل لقدام مناعته أقوى. ما بقول إذا تعالج ولا إذا ما تعالج، حتى لو ما تعالج معظم الفيروسات ما بتعالجيها، ما بتعطيها ولا إشي إلا أشياء تساعدها، وغالبا ما بنعطي دواء للفيروسات، بس بنعالج الاعراض، بتكون اجسام مضاده بتساعد انه احنا يصير عندنا مناعه ضدها، وهذا الشيء كثير منيح. وممكن الطفل يكون عنده تحسس، حساسيه انف او صدر باعراضها، سيلان الانف والعطسه وهي، وفي نفس الوقت اون توب بيصير في فيروس، فبيعطينا اعراض اقوى اللي هي الحراره او تعب او صداع او هاي الامور. رح نحكي على موضوع المضادات الحيوية أيضا، متى نلجأ للمضادات الحيوية؟ بدي أحكي كمان على فكرة الفيروسات، يعني بشكل عام الفيروسات بتطور نفسها، فبالتالي هل طبعا كل سنة بصير تعاملها أو تعامل الجسم معها يختلف؟ في ناس كتير بتفضل مثلا أنه من أول ما يمرض الطفل دغري أنا متعودة أعطيه مثلا هذا المضاد الحيوي، متعودة أعطيه كذا، الأمهات بيروحوا للتعويد، التعويد بهاي الأمور، فهل ممكن نتعامل معها بهاي الطريقة؟ هلا الفيروسات بتتحور كل سنة، هذا صح، عشان هيك كل سنة بنلاحظ انه مطعم الانفلونزا بيختلف عن كل سنة، بيعملوا الفيروسات اللي أكثر شيوعا انها تصير، اللي تحورت وصارت بشكل معين، وبنعطي كل سنة مطعوم حسب هاي السنة اللي احنا فيها. هلا بالنسبة للمضادات الحيوية، في التهابات بكتيرية بشخصها الطبيب، حكينا منها التهاب اللوزتين، التهاب الأذن، التهابات بالبول، بيصير إعطاء المضاد أساسي، أساسي جدا، لأنه إذا ما تعالج الطفل رح يصير مضاعفات كتير أكبر. هلأ الأم إذا متعودة تعطي دواء بنسميهم الـ OTC اللي بنشاره من الصيدلية، زي أدوية الهستامين، في بعض المضادات اللي بيعطوها الصيادلة، للأسف كتر الأدوية يضر. وعم نلاحظ انه ادويه السعله اللي دائما بيسالونا شو احسن دواء سعله، الحقيقه ما في شيء اسمه احسن دواء سعله. وهي الاعشاب اللي بيبيعوها حتى كادويه هي خلينا نقول بتساعد، بس انت لو قراتي الليفلت وشفتي قديش الاعراض الجانبيه بترتعبي. ما عمرك بتعطي دواء اذا قراتي الاعراض الجانبيه، حتى الباراستامول. لكن هي لزوم ما يلزم، اذا انا حاسه الطفل انه كثير عم بتعب من الحراره ولازم اعطيه وحرارته فوق 38 بخاف يفوت بالتشنج حراري، بعطي خافض. الاعشاب لو نعملها بالبيت احسن، نحكي عن العسل مثلا، في دراسات على العسل، 500 طفل اكتشفوا انه هي بتقلل عدد مرات السعله وحدتها، فنروح على الاشياء الطبيعيه البسيطه، الا اذا كان في حاله تستدعي بعض الادويه او المضادات. العسل قبل السنه بيقولوا لي انه هل بتنصحي؟ ممنوع ممنوع قبل السنه. طيب بتنصحي انه ينعدوا الاخوان من بعض ولا تعزليهم عن بعض عشان ما اقول لك شو عشان المناعه؟ هلا سريعا جدا للاسف. اوكي، بننصح انه احنا نتباعد خاصه بالشتاء، نهوي الغرف، نبعد الأطفال، لأنه تكرار الالتهابات بتعمل مشاكل، زي التهابات الأذن متكررة بتأثر على السمع، ممكن تنزل على القلب، فيفضل أنه نعزل، وما منحب أنه إحنا نعمل اختلاط كتير كبير بفترة، يمكن خاصة اللي عندهم حساسية أكثر من غيرهم. بالضبط 100%. شكرا لوجودك معنا اليوم دكتورة روان بالي، نورتينا، صباح الخير. أهلا وسهلا.